بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع البصير العليم الخبير الذي خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه والقادر على كل شيء والخبير بكل شيء، لا يفوت علمه شيء في السماء ولا في الأرض. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فعلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العمى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم بهذه التحية الطيبة المباركة، وأهنئكم بمطلع العام الدراسي الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لطلب العلم ونشره، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. هذا وقد سبق الحديث في الدروس التي تقدمت قبل هذا العام أن الأمة الإسلامية أمة تتطلع إليها الأمم بعدما أخفقت هذه الأمم في أفكارها وتصوراتها، وأخفقت في خططها ونظمها، فهي تتطلع إلى ما عند هذه الأمة من رصيد عظيم. هذا الرصيد لو نفض الغبار عنه وجلي للناظرين لكان باهرا لعقول المفكرين، ولكان فيه غنى لكل أحد من العالمين عن غيره، لأن هذا الرصيد ليس هو من صنع البشر، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وما كان إخفاق المسلمين طوال قرون مضت حتى تقدمتهم أمم أخرى أخذت بزمام قافلة الإنسانية إلى الدمار والانتحار إلا بسبب تهاون هذه الأمة بما عندها من رصيد وجهلها بذلك، فهي استخفت بما آتاها الله سبحانه وتعالى من خير، وما من به عليها من هداية، حتى صارت أمة مستجدية بدلا من أن تكون أمة مانحة معطية، وصارت أمة تابعة بدلا من أن تكون أمة متبوعة. فمن هنا كان لزاما على هذه الأمة أن تأخذ بأسباب القوة هذا، وإن العلم من أهم أسباب القوة، بل هو في مقدمة هذه الأسباب، إذ الإنسان لا يمكن أن يقوم بعمله الطبيعي إلا إن كان على بينة من أمره وبصيرة من تصرفه، لأن
أعمال الإنسان أعمال اختيارية، فهو قد يختار الشر لنفسه ميلا مع الهوى ورغبة في إيثار عواطف نفسه ونزعاتها، وهذا أمر بطبيعة الحال يؤدي به ويقطع عليه سبيل الوصول إلى الخير. فلذلك كان الإنسان بحاجة إلى العلم، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العلم هو قلادة الشرف التي طوقها الإنسان فنال بسببها منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند الخلق، وقد منحه الله بسبب هذا الشرف العظيم ما منحه من التكريم حتى جعله خليفة في هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بين سبحانه وتعالى منزلة هذا الإنسان، فالله تعالى اختاره من بين خلقه ليكون خليفة في هذه الأرض. وهذه الأرض وإن كانت من حيث حجمها ينظر إليها إلى أنها شيء لعله إذا قيس ببقية أجزاء هذا الكون لا يعد أن يكون تافها، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى طبيعة الوجود في هذه الأرض وارتباط أجزاء الكون بهذه الطبيعة يدرك أن هذه الأرض مكان جدير بالعناية وجدير بأن يكون من تبوأ منصب الخلافة فيه هو على قدر ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فالأرض مهبط رسالات الله سبحانه وتعالى من أجل إنقاذ هذا الإنسان الذي استخلف فيها. وهذا الإنسان جعل الله تبارك وتعالى تحركه وتصرفاته ذات أثر كبير في هذا الكون، سواء من حيث الصلاح أو من حيث الفساد، فإن صلاح الإنسان ينعكس أثره على هذا الوجود، وكذلك فساده أيضا ينعكس على هذا الوجود أثره. وهذا واضح عندما يتدبر الإنسان الآيات القرآنية، فالله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلذلك عندما ذكر سبحانه أولئك الذين حادوا عن منهجه وانحرفوا عن صراطه المستقيم قال فيهم: فما بكت عليهم السماء والأرض. ومعنى ذلك أن الذين كانوا على خلافهم في المسلك والتصور، بحيث كانوا يتصورون الحق ويؤمنون به ويسلكون مسلكه، هم تبكيهم السماء والأرض، ومخلوق يصل به القدر إلى أن يبكيه هذا الكون سماؤه وأرضه، هو ذو منزلة عند الله تبارك وتعالى
وحركته في هذه الحياة حركة لها أثر في هذا الوجود، فلذلك كان هذا الإنسان جديرا بأن يتحمل أمانة العلم. والملائكة وإن كانوا مكرمين تكريما كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه عندما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلا أنهم ليسوا بحاجة إلى التعامل مع هذا الوجود كحاجة الإنسان. فالإنسان كما تعلمون جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في هذه الأرض وسخر له خيراتها، بل سخر له خيرات الوجود بأسره. فالله سبحانه وتعالى سخر له ما في الوجود ينتفع منه بقدر، كما دلت على ذلك نصوص القرآن التي فيها الامتنان على هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا كلام الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من المبالغة وليس فيه شيء من الخروج عن حدود الاعتدال، لأنه قول الحق الذي هو قول فصل وليس بالهزل، لأنه من عند الله العزيز الحكيم. وقد دلت الحقائق العلمية بأن كل ما انطوى عليه الكون فيه منافع لهذا الإنسان، سواء استثمر الإنسان هذه المنافع أم لم يستثمرها. فلذلك كان الإنسان بحاجة إلى معرفة حقائق الأشياء ومعرفة طبائعها ليكون التعامل معها تعاملا متقنا محكما لا يخرج عن حدود المنفعة إلى المضرة، فإن كل ما خرج عن حده انقلب إلى ضده. وكما أن تكريم الله سبحانه وتعالى لأصل الإنسان كان تكريما متوجا بهذا الشرف العظيم شرف العلم، فإن الرسالات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى رسالات علمية تهدي هذا الإنسان إلى طريق المستقيم، تأخذ بعقله ليتدبر في هذا الكون وليتأمل ما ينفعه وما يضره، ولينفذ ببصيرته إلى ما وراءه ليدرك أن وراء هذا الكون مكونا، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه يدبر كل ذرة من ذرات هذا الوجود، وتتجلى آثار قدرته في كل ما يلمحه الإنسان من حركات هذه الذرات. فما من شيء إلا وأثر قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه باد عليه. فمن هنا كان هذا الإنسان حقيقا بأن يتصرف في هذا الكون بمقتضى ما جاءت به هذه الرسالات من عند الله سبحانه وتعالى التي توجه فطرته إلى الحق وتهدي روحه وجسمه إلى سواء الصراط. وقد جاءت الرسالة الخاتمة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة قائمة على العلم من أساسها، فأول كلمة وصلت إلى مسمع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من وحي الله سبحانه وتعالى كلمة تشعر بمكانة العلم. وقبل كل شيء عندما أنزل الله سبحانه وتعالى وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة، وهذا الأمر
وإن كان من حيث لفظه موجها إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه من حيث معناه يشمل هذه الأمة جميعا، فهي أمة مطالبة بأن تكون أمة علم، بأن تكون أمة علم، أمة قراءة، أمة تدبر، أمة إمعان للنظر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. فالله سبحانه ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأي كلمة أول الأمر إلا كلمة اقرأ. هذه الكلمة تشعر بأن هذه الأمة مطالبة بأن تتحمل رسالة العلم. فرسالة تبدأ بكلمة اقرأ هي رسالة قائمة على أساس العلم، ولا يمكن لأصحاب هذه الرسالة وأهل دعوتها أن يقوموا بوظيفتهم في هذه الحياة إلا عندما يكونون متسلحين بالعلم، فهم مطالبون بأن يكونوا على علم ومعرفة. وأكد ذلك ما جاء من بعد من قوله سبحانه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أهم وسيلة من وسائل العلم، وهي القلم الذي يدون به العلم، ثم ذكر خلقه للإنسان من علق يشير إلى مبدأه حتى يكون الإنسان متأملا متدبرا لأمره، ناظرا في أطوار خلقه كيف تدرج من طور إلى طور، ليصل من خلال ذلك إلى تعظيم الذي خلقه سبحانه وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء خبير. فلذلك خلق هذا الإنسان هذا الخلق العجيب. ثم إننا نجد في كتاب الله سبحانه آيات شتى تدل على مكانة العلم. فالله سبحانه رفع من شأن العلم إذ رفع من شأن أهله في آيات كثيرة. يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يمكن أن يستوي أهل العلم وأهل الجهل. كيف يدكر أهل الجهل وجهلهم حاجز بينه وبين الادكار، بينما العلم هو الذي يبعث أهله على الادكار؟ كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر شهادة أهل العلم ويقرنها بشهادته وشهادة ملائكته عندما يذكر قضية هي أهم القضايا بأسرها، لأنها قضية الوجود بأسره. إذ الوجود بأسره ما هو إلا من صنع الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يمكن أن يكون شيء منه مشاركا لله في صفة الألوهية. ذكر هنا شهادة أهل العلم مقرونة بشهادته وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأي تكريم أعظم من هذا التكريم؟ ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاء عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال بأن المراد أن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فالذين أوتوا العلم درجاتهم مضاعفة فوق درجات بقية المؤمنين، ذلك لأن إيمان أهل العلم هو إيمان أثبت وأرسخ في النفوس، وهو أكثر عطاء، إذ
صاحب العلم يستثمر إيمانه في منافع كثيرة تعود هذه المنافع إلى الأمة بخير الدين وخير الدنيا. فلأجل ذلك كانت درجة الذين أوتوا العلم هي أرفع بكثير من درجة سائر المؤمنين. ولما كان العلم ممنوحا لأولي العقل فإنه لا يمنح إلا من كان ذا عقل. جاء تكريم القرآن الكريم بالعقل والرفع من منزلته ومنزلة أهله. فالله سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء ناقى التكليف كله بالعقل، ثم إنه سبحانه وتعالى نعى على أولئك الذين لم يصلوا إلى الحقيقة، نعى عليهم بأنهم ما كانوا يستخدمون عقولهم. أفلا يعقلون؟ نجد ذلك في آيات متعددة، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يحكي عنهم بأنهم يندمون ويتحسرون بأنهم لم يستثمروا عقولهم في الخير كما لم يستثمروا حواسهم في الخير. فالله سبحانه وتعالى يحكي عنهم قولهم وهم يتقلمون في النار والعياذ بالله، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والعقل لابد لصاحبه من أن يفكر. هذا التفكير هو مطلب من مطالب الدين، ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولا ينظرون إلى آيات الله تعالى التي تتجلى في هذا الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء كيف لا يستخدمون نظرهم وعقولهم بحيث يفكرون في آيات الله ويستخدمون حواسهم من أجل التوصل إلى هذا التفكر في آياته عز وجل. ونرى أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينوط في كتابه الكريم الهداية التي نزلت بالتفكر والعقل والعلم. يقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: لقوم يتفكرون ولقوم يعلمون ولقوم يفقهون. كل ذلك من أجل بيان منزلة التفكر ومنزلة العلم ومنزلة العقل. كما تعلمون جاء كتاب الله سبحانه حافلا بالآيات الكثيرة التي تأخذ بهذا الكائن البشري ليطوف بعقله وفكره في الملأ الأعلى وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، حتى يتجلى لهذا الإنسان ما في هذا الكون من أسرار ربانية، كل منها شاهد على عظمة الخالق سبحانه، وكل منها شاهد على أن الله تعالى مبدئ هذا الوجود ومؤيده. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر تلك الحقيقة الكبرى، الحقيقة الفاصلة بين الحق والباطل، حقيقة وحدانية الله عز وجل، أتبعها ما أتبعها من آياته
التي تتجلى في هذا الكون وهي الشاهدة على صدق هذه الحقيقة. فقد قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أتبع سبحانه وتعالى ذلك قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية التي تلت تلك الآية المقررة لتلك الحقيقة الكبرى جاءت بما يفيض على هذه النفس الإنسانية علما مستوحا من هذه الآيات الكونية. فالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء هو خالق السماوات والأرض، ففي السماوات والأرض آيات دالة على أنه مبدئ السماوات والأرض. هذه الآيات لا يمكن أن تنحصر في ما يمكن أن يتحدث به الإنسان في جلسة أو جلسات، هي آيات شتى. وكفى بأن هذا الكون الواسع الأرجاء الذي عبر عنه بالسماوات والأرض كله مع بعده وترامي أطرافه وسعة مسافاته كله وحدة متكاملة، كل جزء منه مكمل لبقية الأجزاء، ما من جزء بينه وبين بقية الأجزاء شيء من النشاز، بل كل ذرة من ذرات هذا الكون الواسع منسجمة تمام الانسجام مع سائر الذرات، ثم هي منسجمة مع المركبات ومنسجمة مع الأجرام، وكل من هذه المركبات ومن هذه الأجرام بعضها منسجم مع بعض. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هنالك تكامل، فالكون بأسره شأنه شأن الجسم الواحد الذي اشتمل على الأعضاء المتعددة المتكاملة. فالكون وهو بهذه الحالة لا يمكن أن يكون صادرا عن أكثر من مكون واحد، لأن هذا الترابط بين جميع أفراده دليل على أنه صادر عن إرادة واحدة. إذ لو كان صادرا عن كثير من المكونين أو عن أكثر من مكون من مكونين فصاعدا لكان ذلك يقتضي أن يستقل كل منهم بإرادته، وعندما يستقل كل واحد منهم بإرادته فإنه يؤثر مراده على مراد غيره، ولا يمكن أن يكون مراده كمراد غيره، إذ ما الذي يفرض عليه أن يريده ما يريده غيره، فيؤدي ذلك إلى الخلاف والشقاق والنزاع، وينعكس أثر ذلك على أفراد هذا الكون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك في تعاقب الليل والنهار الناتج عن حركة هذه الأرض حول الشمس، بحيث يشرق النهار على جزء منها ويأتي الليل إلى الجزء الآخر، وتتعاقب هذه الحركة باستمرار مع هذا التناسق العجيب بين حركة هذه الأرض وحركة بقية المجموعة الشمسية وحركة الشمس أيضا نفسها، كل ذلك مما يدعو إلى التفكر في أن هذا الكون مكونه واحد،
فما الذي جعل هذه الأجزاء أجزاء هذا الكون تتناسق هذا التناسق العجيب؟ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، كل ذلك أيضا مما يدل على التناسق العجيب في حركة هذا الكون ونظامه، وهو دليل على أن الكون وحدة متكاملة وأن مكونه واحد وإرادته واحدة سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. كذلك الفلك التي تجري في البحر، كيف سخر الله سبحانه وتعالى هذه الفلك وكيف سخر البحر وجعله مهيئا لجريان الفلك عليه، وذلك مما يعود نفعه على هذا الجنس البشري إلى سائر الآيات الكونية المذكورة في هذه الآية، ذلك شاهد على أن القرآن الكريم كتاب علم. فعقيدة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء بها المرسلون من قبل، وهي عقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى، إنما هي قائمة على العلم، فهي تختلف تمام الاختلاف مع العقيدة التي تنبني على أن يهمل الإنسان عقله ويعطل حواسه ولا يلتفت إلى شيء من آثار آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. تلكم العقيدة التي تقول بأن سعادة الإنسان في تعطيل هذه المدارك بأسرها، وأن يسلم تسليما لما يقال له من غير أن يفكر فيه هذا. وعندما جاء القرآن الكريم بمجادلة الذين أشركوا، جاء بهذا الأسلوب العلمي، فالله سبحانه وتعالى يقول في مجادلتهم: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن خشيته إنما هي في قلوب الذين أوتوا العلم، قلوب العلماء. من هؤلاء العلماء؟ ذكرهم سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما ذكره من إنزاله الماء من السماء وإخراجه ما يخرجه من النبات وخلقه سبحانه وتعالى البشر على أحوال شتى وخلقه سبحانه الجبال متفاوتة مختلفة في الألوان والطبائع. على أثر ذلك قع
قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى ذلك أن هؤلاء العلماء هم الذين يتفكرون في هذه المخلوقات ويمعنون النظر فيها، وهذا يستدعي بطبيعة الحال دراسة العلوم المختلفة التي تفيض هذه المعارف في النفوس البشرية حتى تورث هذه النفوس خشية الله تبارك وتعالى. فالعلوم التجريبية هي وإن كان نفعها حسب ما يبدو للإنسان بادئ ذي بدء نفعا عاجلا، إلا أنها في حقيقة الأمر تؤدي إلى هذه الخشية، خشية الله سبحانه، عندما تستثمر هذه العلوم استثمارا سليما ويوجه طلبتها توجيها سليما ويربط ما بينها وبين العقيدة الصحيحة. هذا عين ما جاء به القرآن، فالقرآن الكريم جاء بالوصل ما بين الدين والدنيا، ما بين العلم والحقائق، ما بين الفكرة والتطبيق، ما بين النظر والتجارب، كل ذلك جاء به القرآن الكريم. وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من معالم إعجاز هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كتاب مشتمل على الحقائق العلمية التي لم تهتدي إليها العقول البشرية من قبل. فالقرآن ذكر حقائق هذا الوجود، وما كانت عقول البشر مهتدية إلى هذه الحقائق، وجاءت الاكتشافات العلمية لتبرز هذه الحقائق ولتفسر معاني القرآن الكريم. في ذلك من الآيات ما لا يخفى، وفي ذلك من الدلالة على أن العلم له شأن عند الله تبارك وتعالى، وله شأن في كتابه، وله شأن في دينه، ما لا يخفى على ذوي البصائر. كيف؟ والقرآن نفسه سماه الله تبارك وتعالى بصائر، هذا بصائر من ربكم، سماه الله تعالى بصائر، وسماه هدى، وسماه نورا، وسماه شفاء. فهو كتاب مشتمل على توجيه البصائر إلى الحق وإلى إفاضة الهداية على أصحاب هذه البصائر، وعلى شفاء ما في هذه النفوس من الأمراض التي تنشأ عن الشك، وتنشأ عن الجهل، وتنشأ عن عدم صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. هذا ولا ريب أن أمة هذا كتابها، وهذا برهانها، وهذا منهجها، أمة حقيقة بأن تكون متقدمة على الأمم بأسرها في النواحي العلمية المختلفة. هذه الأمة يجب أن تكون هي الآخذة بزمام قافلة البشر في المجالات الحضارية المختلفة، ولا ينبغي لها أن تكون متأخرة عن الأمم. ومن المعلوم أن هذه العلوم التجريبية على اختلافها، عندما تكون بعيدة عن الإيمان، وعندما تكون بعيدة عن الهداية الربانية، يكون أثرها أثرا سلبيا. وهذا أمر واضح، حتى أن الغربيين أنفسهم نعوا على أنفسهم ما هم فيه وعليه، وذكروا بأن العلوم التي توصلوا إليها بسبب فقدان الوازع الديني وفقدان الإيمان الذي يستعلي به الإنسان على العواطف ويستعلي به على نزغات النفس ونزواتها،
أصبحت هذه العلوم كأنما هي سلاح بيد مجنون، وهذا ما صرح به جماعة من أولئك الذين تحدثوا بتجرد وإنصاف. أصبحت هذه العلوم كأنما هي سلاح بيد مجنون، وماذا عسى أن تكون حالة الناس الذين هم حول المجنون وبيده سلاح. وهذا أمر واضح، فهذه الحروب المدمرة التي لا تبقي ولا تذر تأكل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل وتأتي على الطارف والتليد، هذه الحروب المدمرة ما هي إلا من آثار هذا التقدم العلمي الهائل. فإذا البشرية بأسرها هي بحاجة إلى أن تكون هذه الأمة التي عندها الإيمان وعندها موازين القسط هي الأمة المتمكنة من العلم، الأمة التي تقود الأمم في المجالات الحضارية المختلفة، لأنها تنزل كل شيء منزلته. ومن المعلوم أن هذه الأمم أمة أريد لها من قبل أعلائها، هذا التخلف وهذا الانحطاط الذي وصلت إليه فقد نزلت في دركات الهون بسبب جهلها وبسبب بعدها قبل كل شيء عن مصدر قوتها ومصدر عزتها. هذه الأمة لا يمكن أن تستعيد هذه العزة إلا عندما تكون على بينة من أمرها. هي أمة كما ذكرنا أكثر من مرة يراد لها أن تغرق في الشهوات وأن يكون ذلك همها في حياتها، أمة يراد لها أن تكون أمة ترف، أمة فساد، أمة انحطاط. ولذلك يروج للفساد الشائع بين أبنائها، يروج للفساد بمختلف أنواعه، وهي لا يمكن أن تواجه هذا التحدي العالمي إلا عندما تكون على بينة من أمرها ومعرفة لأمر دينها ودنياها، تدرك ما ينفعها وما يضرها. ولربما ذكرت لكم ما يقوله أحد كبار المنصرين عندما كان في بعض المؤتمرات التي تتحدث عن أثر التنصير في البلاد الإسلامية، وهو زويمر المشهور بأدائه للإسلام، حيث وجه خطابه إلى إخوانه القساوسة قائلا لهم إن مهمة التبشير الذي ندبتكم من أجله الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في تنصير المسلمين، فإن في ذلك هداية لهم وتكريما، وإنما هي في إخراج المسلم من الإسلام وجعله مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وبهذا تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في البلاد المحمدية. هذه هي الأهداف من هذه الحركة التي هي مغطاة بغطاء ديني. يراد بهذه الحركة إضلال هذه الأمة وإخراجها عن الإسلام وقطع أي حبل يصلها بالله، قطع أي خيط يصلها بالله سبحانه وتعالى، لتكون أمة غارقة في الشهوات لا هم لها إلا في شهوات نفسها. إن جمع أحدها المال فإنما يجمعه لأجل شهوات نفسه، وإن ارتقى في المناصب فذلك في سبيل شهواته وتحقيق رغبات نفسه، من غير التفات إلى عقباه ومن غير التفات إلى واقع هذه الأمة وحاجتها. هذا الذي يراد لهذه الأمة. وروج للإلحاد في هذه الأمة، وكان ذلك الثالوث الخطير
الثالوث الشيوعي والصليبي واليهودي. من أجل إضلال هذا الأمة التقت أطراف هذا الثالوث من أجل إضلال هذه الأمة وإغوائها والخروج بها عن سواء الصراط. وقد تبين والحمد لله فشل أولئك في ترسيخ عقيدة الإلحاد، وإن غزت هذه العقيدة المسلمين واجتاحت كثيرا من شبابهم، إلا أن كثيرا من أولئك تراجع وأصبحوا يكفرون بما آمنوا به من قبل من مبادئ الكفر والإلحاد. وإنما بقيت الوسيلة التي بين أولئك أن يروجوا الفساد في هذه الأمة بمختلف صنوفه ومختلف أنواعه، مع محاولة التشكيك بقدر المستطاع في العقيدة ومحاولة الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل. ويروج بهذا الفساد بوسائل متعددة، هنالك وسائل الإعلام من صحافة والإعلام المسموع والمرئي، وهنالك محاولة أيضا لترويج الفساد بتيسير معاقرة الخمور وتيسير الزنا وتيسير سائر وسائل الفساد. ولكن مع هذا كله لا بد من مكافحة هذا، ومكافحته قائمة قبل كل شيء على العلم، على العلم الصحيح. هذه الأمة يجب أن تكون أمة ذات علم، ذات علم بأمور دينها وذات علم بأمور دنياها. الله سبحانه وتعالى ناط الفوز والفلاح بالعلم الذي يقود الإنسان إلى خشية الله تعالى وحبه ورجائه والتضحية من أجل دينه والوقوف في سبيل أعدائه الذين يريدون بهذه الأمة أن تنحدر إلى دركات الهون كما ذكرت. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه ضرورة التفقه في دينه عندما قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنتم تعلمون أن الإنذار مطلب ديني هو ضروري بالنسبة إلى كل أحد يحمل هم الإسلام، إذ الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذن الدعوة وهي الإنذار مطلب ديني يعنى به كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. والأمة الإسلامية إن لم تكن أمة دعوة فهي أمة فاقدة لروح حياتها، لأنها بدون هذه الدعوة تكون أمة خاملة، أمة كسولة، أمة متواكلة، أمة لا يهمها أن يطب بحر الفساد عليها وأن تغرق في شهواتها، ذلك عندما تتجاهل هذه الدعوة. ومن أجل ذلك فرض الله سبحانه
على هذه الأمة أن تكون أمة دعوة. يقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة لا بد من أن تطلع بهذه الأمانة، وإلا كانت أمة هزيلة حقيرة، وكيف يمكنها أن تتصدى للأمم التي تريد لها الخسران وتريد لها الدمار، وهي مع ذلك متخلية عن أبرز خصائصها. وليست كلمة من في قوله منكم للتبعيض، وإنما هي للبيان. فهذه الأمة يطالب كل واحد منها أن يكون صاحب دعوة، ومن أجل هذا من الضرورة أن يكون كل فرد من أفرادها متفقها في دين الله. هذا بجانب أن كل واحد مطالب بأن يعبد الله تعالى على بصيرة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة هي الغاية السامية من خلق هذا الإنسان. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الصحيحة تتوقف على التفقه في دين الله، بل تتوقف على العقيدة الصحيحة. فبدون عقيدة صحيحة راسخة في النفس، مستولية على العقل والفكر والقلب والوجدان والأحاسيس والمشاعر، تكون عبادة الإنسان عبادة مضطربة. فلا بد من رسوخ هذه العقيدة بجانب رسوخ المعرفة بأحكام العبادة نفسية. ومن أجل هذا نرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقد جاء في رواية أخرى: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين رسخت أقدامهم في الفقه واتسعت مداركهم لاستيعاب ما يمكن استيعابه من حكم التشريع الإلهي، هؤلاء هم الذين يدافعون عن حقيقة الأمانة العلمية والأمانة الدينية. جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم الذين يحملون أمانة هذا العلم، فهم الذين يتصدون للبدع على اختلاف أنواعها، وهم الذين يتصدون لمكائد الأعداء والشبه التي يثيرونها من أجل تبديدها وتفنيدها، حتى تكون الأمة على بينة من أمرها وبصيرة مما تأتيه وما تذر. على أن أولئك لا يمنع من رسوخهم في الفقه أن يتشبعوا بالعلوم الأخرى أيضا، فإن هذه الأمة كما قلت هي مطالبة بأن تكون أمة حية، وحياتها مرهونة بالعلم الذي تحتاج إليه في شتى شؤون حياتها، شؤون معاشها وشؤون معادها. ولا يمكن لهذه الأمة أن تكون مستقلة، وهي بحاجة إلى الأمم الأخرى من حيث التخصصات العلمية المتعددة. فهذه الأمة يجب أن تكون فيها جميع التخصصات بجانب هذا التفقه في دين الله والارتباط بالعقيدة الصحيحة، فإن العقيدة الصحيحة هي التي توجه إلى استخدام تلكم العلوم الاستخدام الصحيح لتكون بناءة بدلا من أن تكون هدامة، ولتكون
عائدة على الأمة بالخير بدلا من أن تكون عائدة عليها بالضرر. والتفقه في دين الله هو من ضمن العبادات التي يتعبد بها الإنسان، بل هو إمام العبادات، فالعلم إمام العبادات، لأن العبادات إنما تقوم على العلم، الأعمال بأسرها إنما تقوم على العلم. ولئن كان الإنسان عندما يعمل عملا دنيويا لا يمكنه أن يتقن ذلك العمل إلا إذا كان على بينة من أمره، بحيث يعرف كيف يتصرف فيه. البناء مثلا لا يمكن أن يبني بناء كهذا البناء، بناء هذا المسجد الشريف، إلا عندما يكون على خبرة من هذه البناية، حتى تكون هندسته هندسة سليمة ويضع كل شيء موضعه. كذلك صاحب أي حرفة من الحرف لا يمكن أن يتقن حرفته إلا إذا كان على معرفة منها. الطبيب لا يمكن أن يعالج علاجا سليما إلا إذا كان على خبرة من مهنته التي يمارسها. وكذلك صاحب أي تخصص لا بد له من أن يكون متقنا لتخصصه حتى يكون قائما على عمله بأحسن وجه. فكذلك إذن صاحب العبادة لا بد من أن يكون متقنا لهذه العبادة، عارفا بها، عارفا بأحكامها، عارفا بما يصححها وما يبطلها، حتى يكون على بينة من أمره وبصيرة مما يأتيه ويذره فيها. فالعبادة هي مرهونة بالعلم، ولذلك كانت عبادة الجاهل ربما انقلبت ضررا عليه، إذ ربما عبد الجاهل بخلاف ما أمر به وطلب منه. وهذا الطلب وهو التفقه في دين الله لما كان عبادة من العبادات، بل كان أساس هذه العبادات، فلا بد من أن يكون منبنيا على الإخلاص. وذلك الذي يعنيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء لقي الله وهو خائب من الحسنات. فطلب العلم لما كان عبادة يجب أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ينقذ الإنسان نفسه من الشر، ومن أجل أن ينقذ أمته من الشر، ومن أجل أن يقوم بواجباته في إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وإنقاذ هذه القطعان البشرية التي زاغت عن سواء الصراط. هذه النية التي يجب أن تكون ملء نفس كل من سعى إلى طلب العلم، لا سيما علم الدين، حتى يكون طلبه عبادة صحيحة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. على أن القرآن الكريم يبين سوء عاقبة أولئك الذين يطلبون العلم من غير أن يتحملوا أمانته ويقوموا بحقه. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في بني إسرائيل، وهو مثل يصلح على هذه الأمة عندما تتخلى عن واجبها ولو منحت ما منحت من العلم. يقول سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولئن
كان المثل من حيث لفظه في بني إسرائيل فإنه من حيث معناه صادق على هذه الأمة. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه الكريم كيف عاقبته من تخلى عن آياته. يقول سبحانه: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثل يصدق على من كان متخليا عن أمانة العلم وقد حمل هذه الأمانة بحيث لم يقم بواجب العلم من العمل الصالح والتبليغ الصحيح والدعوة الصادقة والغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما يمتن على هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا كريما يعلمهم الكتاب والحكمة يقرن ذلك بالتزكية، يقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكر في هذه الآية التزكية قبل ذكره تعليم الكتاب والحكمة. وكذلك في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يحكي دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فيصفان هذا النبي بأنه يعلم هذه الأمة الكتاب والحكمة ويزكيها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التزكية إنما تكون باتباع أمر الله والوقوف عند حدوده، فلا يكفي أن يكون الإنسان خبيرا بالكتاب والحكمة وهو لا يطبقهما. هذا. ومن المعلوم أن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى يناط بكثير من العلوم، إذ التفقه في دين الله يتوقف على دراسة الكتاب العزيز ويتوقف على دراسة السنة النبوية، وذلك مما يتوقف على الكثير من العلوم. وهناك خطر كبير في اقتراء الإنسان بأن يتحدث في أحكام الله سبحانه بغير ما أذن به الله، إذ الله سبحانه يقرن ذلك بالإشراك عندما يقول عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن هنا كانت الضرورة إلى دراسة هذه العلوم من أجل التوصل إلى كتاب الله وفهمه، ومن أجل التوصل إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها. وقد زاغت عقول كثيرة بسبب عدم إتقانها لهذه العلوم، فتنكبت سواء الصراط عندما حاولت أن تتسور على ما أنزل الله فتقول فيه بمجرد هواها من غير أن تعود إلى معايير ثابتة في فهم الكتاب العزيز. فلذلك نرى في الدروس الآتية إن شاء الله
أن نؤرج على شيء من هذه الأمور بقدر المستطاع، والله عز وجل نسأله أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يوفقنا لسلوك سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.